يمكن خلينا نتحول لموضوع تاني. وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، وده يمكن بيعد خطوة بتمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري. الوكالة مش بس عملت كده، دي قامت برفع تصنيف مستوى مصر بمستوى واحد من بي ماينس لبي، نظرة مستقبلية مستقرة يمكن بتعكسها هذا التطور. يعني في وسط كل الأمواج المتلاطمة في الحروب في المنطقة وفي العالم وفي وسط اقتصاديات بتنهار، أعتقد أن وجود نظرة مستقبلية مستقرة وده مهم جدا، مع يعني نوع من أنواع وجودك من خانة بي ماينس لخانة بي شيء إيجابي، وإن شاء الله نبقى إيه في القريب العاجل. خلينا نشوف ده وتأثيره على مرونة سعر الصرف وعلى تأثيره على أيضا السياسات النقدية بصحبتنا دكتور محمد غمر الشواتفي عميد كلية التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي يا فندم لسيادتك والسادة المشاهدين. أهمية هذا الأمر دوليا إيه قدام العالم قبل ما نخش في أي حاجة تانية؟ الحقيقة طبعا لما يجي الوكالة ترفع تصنيف مصر الائتماني ده خبر سار بالنسبة للمصريين وإعطاء صورة ذهنية عند العالم كله بأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من المشاكل اللي كانت موجودة في الأربع سنوات السابقة الناتجة على الظروف الدولية والأزمات الدولية اللي كان بيمر بيها واللي أثرت. فطبعا بيساعد أول حاجة، طبعا احنا النهاردة بنتعامل مع صندوق النقد الدولي وبنحسن شروطنا، فهيساعد على تحسين شروط مصر في تحسين النقد الدولي، وهيساعد على ان احنا نزود شويه التسديدات بتاعتنا، وفي نفس الوقت ده هيعمل على جذب الاستثمارات لان ده شهاده ثقه في الاقتصاد المصري، وكمان المستثمرين الاجانب هيبداوا يدخلوا عندنا في الفتره القادمه على اساس ان الاقتصاد المصري النهارده اصبح مستقر، نسبة المخاطر فيه انخفضت، معدلات المخاطر، التضخم أصبح النهاردة تحت السيطرة. في نفس الوقت هناك إجراءات حكومية تمت من توسيع القاعدة الضريبية واتساع الشريحة اللي موجودة في داخل المجتمع. كل العوامل دي خلتنا النهاردة الوكالة فيتش تقدر تصنفنا تصنيفات جيدة. ليه بقى؟ لأن أولاً لما نيجي نراجع شوية خلال الشهور الستة الماضية هنجد إن مصر دائماً ملتزمة بسداد الديون وخدمتها ولم تتأخر يوم واحد، وده بيزود كمان معدلات الثقة. النقطة الثانية، استطاعت الدولة المصرية أن ترفع معدلات الاحتياط النقدي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 46 مليار دولار، والحقيقة ده معدل جيد جداً، واستطاعت كمان انها عندها توقعات انها تجذب استثمارات كبيره بمعدل اكثر من 17 مليار دولار. كل دي بتقول لنا ان اصبح النهارده الاقتصاد المصري بدا يتجه الوجهه الصحيحه، واصبح له رؤيه في الاصلاح، واصبح له رؤيه في التنميه. وفي نفس الوقت كمان حافظت الدوله المصريه مع الازمات السابقه او الازمات اللي كانت موجوده على ان معدلات النمو لا تتأثر كثيرا، وحتى في ظل الأزمات الدولية كان معدل نمو مصر كان إيجابي. وفي ظل كده استطاعت أنها تجذب استثمارات كبيرة، ويمكن استثمار رأس الحكمة كان من أكبر أو أكبر المشروعات الاستثمارية أو أكبر التدفقات الاستثمارية اللي تمت في تاريخ الدولة المصرية. هذا الأمر خفض من نسبة الديون الموجودة في الدولة المصرية، وبالتالي ساعد الدولة المصرية على توفير نقد أجنبي، وفي نفس الوقت كمان أعطى للدولة المصرية وعاء ادخاري ووعاء من النقد الأجنبي كبير. هذا الوعاء كان له الفضل أو له الأثر الكبير صحيح في هذا التصنيف، لأن الحقيقة طبعا لما نجد النهاردة المؤسسات الدولية بتعمل مؤشرات، هذه المؤشرات بتبقى دايما قدام المستثمر الأجنبي أو الناس اللي بره أو المؤسسات الدولية، بتبقى عوامل صحة أو عوامل ضعف. فلما يجي يرفع النهارده الائتمان ويطلعه إلى مستوى معدل إيجابي، وفي نفس الوقت كمان يذكر هذه المؤشرات بأن الدولة المصرية أصلحت
وعدلت بعض السياسات النقدية التي كانت تعوق الاستثمار. الدولة المصرية صحيح. يمكن ده ظهر كمان من النظرة الإيجابية لستاندرد أند بيرز لما قالت يعني إن هناك نظرة إيجابية نحو الاقتصاد المصري. وأضيف لسيادتك صندوق النقد الدولي من 24 ساعة أو 36 ساعة أعطى مؤشر أيضا إيجابي، وقال للعالم كله من خلال تقريره المنشور عند حضراتكم، قال للعالم كله إن الاقتصاد المصري متعافي، وإن ممكن للمستثمرين إنهم يروحوا يستثمروا في أذون الخزانة. وهذا الأمر بالنسبة لي أنا وبالنسبة للمتخصصين مؤشر جيد جدا. إيه؟ لأنه هو قال هنا أن نسبة الديون أو أن اقتصاد مصر ما زال يستوعب نسب ديون عالية، ويمكن الدولة المصرية أن تقترض، لأنه هو لأن في هذه الحالة سندات الخزانة لما الناس يدعوها إلى استثمار في سندات الخزانة بالنقد الأجنبي، معنى ذلك أن نسبة الديون أصبحت صحية. يعني نسبة الديون النهاردة لم تصبح عائق كما كان من سنتين أو كما يدعون غير ذلك. الأمر الثاني كمان لما يوجه هذا الأمر إلى الاستثمار في الأوراق المالية وبالتالي جذب مزيد من الأوراق المالية، ده يرفع من نسب البورصة ويرفع من نسب الأسعار ويحسن من أداء البورصة. كل هذه العوامل لما يجي فيتش مع ستاندرد مع صندوق النقد الدولي الثلاثة كده في وقت واحد، يقوموا يدوني أنا كمحلل أو يدوا للمواطن المصري العادي ورجل الأعمال العادي أن اقتصاد مصر النهاردة أصبح متعافي وأصبح قادر على تحقيق الإنجازات، وده بيؤكد أن هو أوجه نتيجة السياسات النقدية والسياسات المالية التي تبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية. لأن ما نقدرش ننسى أن هناك إجراءات الست شهور اللي فاتوا تمت من الحكومة، وهناك إجراءات تمت على الأرض الواقع من تهيئة الاستثمار، لأن كل ما كانت الدولة المصرية قادرة على جذب استثمارات أجنبية، وكل ما كانت الدولة المصرية قادرة على تحسين المناخ الاستثماري، كل ما كان الاقتصاد المصري متعافي منطلقا من حاجتين. الحاجة الأولى رغبة الإرادة والإرادة القوية لدى الدولة على الإصلاح. النقطة الثانية المعطيات الواضحة الاقتصاد الوطني والكبيرة، وبالتالي كلما زاد قدرة المصريين صحيح على تشغيل الاقتصاد يصبح هناك صحيح. شكرا لك دكتور محمد الشواتفي عميد كلية التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي، وبالتأكيد يعني ارتفاع مستوى نظر المؤسسات الدولية لمصر هو خطوة إيجابية مهمة جدا للاقتصاد المصري. أكيد.